في الفيديو ده بقى، مش عايز اصدمك من الاول كده، الراجل جايب مية وبيشرب الحشرة اللي قدامك الجميلة اللي شكلها جميل قوي دي، وهي حشرة فرس النبي. لو انت ما كنتش شفت الفيديو اللي فات اللي انا نزلته من شوية صغيرين، فارجع شوفه، لان الحشرة دي مش سهلة ابدا، وسهل ان هي تتغذى على اي حاجة قدامها، بس طبعا الرحمة بالحيوان مطلوبة. وما تنساش قبل ما تخرج لايك واشتراك عشان تتابع كل جديد.